الأختين الحلوين البطلة وأختها المراسلة مستخبيين عشان يفاجئوا المسخوطة أختهم الصغيرة بعيد ميلادها، ونفسهم يشوفوها أحسن منهم لأن هما زمان كانوا محرومين وحالتهم المادية تحت الصفر، بس حاليا الحمد لله ارتقوا ووصلوا للصفر نفسه. على الأقل يقدروا يسعدوا أختهم الصغيرة لدرجة إن هما جمعوا فلوس تقدر تسافر رحلة ميدانية لأوروبا مع المدرسة هتفيدها لأنها موهوبة في الرسم جدا. ولسه المسخوطة بتفرح لقينا الام شفطت الفلوس، ولو ايه يا بنات مش امكم اولى وعلينا ديون وحاجات، وبعدين كفايه ان هي كانت داخله مدرسه كبيره بمنحه. فالبطله قالت لها سيبي الفلوس، هي داخلها بموهبتها ومجهودها مش عشان غلبانه. فالام ايه ده، هي بنتي موهوبه؟ فاللي هو صباح الفل. وتاني يوم قامت سرقه الفلوس الجحده وسافرت، وسابت لهم رسالة اللي هو أنا عمري ما عشت حياتي، أما المسخوطة فقدامها العمر كله تبقى تعوض. وبناتها اللي هو إيه الست دي، ندعي عليها الطيارة تقع بيها ولا إيه؟ وكمان كانت رايحة الفلبين لأبوهم اللي هرب من الديون زمان وسابهم يلبسوا، يعني دماغها مش متكلفة بربع جنيه. وهنا الأختين الكبار الحلوين قرروا يجمعوا للمسخوطة فلوس تاني عشان الرحلة. فالبطلة راحت تستلف من مديرتها، ولما رفضت راحت تشتكي لصاحبتها المنبوذة زيها، فلقيتها بتسلفها فلوس بطيب خاطر، ولأ وكمان خدتها خروجة لوز وعملت لها ستايل عشان تبان ان هي شيك وفوتوجينيك، حتى لبستها جزمة مفيش منها اكتر من 3 في كوريا، وقضوا يوم وكأنهم ولاد ذوات ما يعرفوش يعني ايه فقر اصلا. ولما البطلة راحت تدي الفلوس للمسخوطة اختها لقيتها رفضت وبتقول لها اهتم بنفسك الاول وفكك مني، وطنشتها. فالبطلة مشيت وراها لحد ما لقيتها ركبت مع صديقة غنية وراحت فيلتها، وطلعت بترسم لوح هناك مقابل فلوس وبتسلك نفسها. فالبطلة راحت اقتحمت المكان عليها ورجعت لهم الفلوس عشان محدش يقول على اختها متسولة، واللي هو بترفضي تاخدي فلوس مننا ورايحة تاخديها من الاغراب، ايه المنطق ده؟ والناحية التانية المراسلة لقت خالتها بتتصل بيها فجأة وبتقول لها امكو بعتكو يا عيال يا شماتي فيكو، طول عمري بقول لكو تبروا منها. وعزمت المراسلة على العشاء، فلما راحت قالت لها خالته لو سمحت ما تجيبيش سيرة امي لانها للأسف أمي. أعمل إيه؟ كلمة كمان عليها ومش هتشوفي وشي. فخالتها مش عارفة هي محموقة على إيه، بس سكتت ودتها فلوس رحلة أختها المسخوطة. والحلو بقى إن المراسلة وهي خارجة من عندها قابلت الكراش بتاعها القديم معدي، وخالتها الست الذوق كانت قصدة تخليهم يتقابلوا لعل القدر يجمعهم. فالمراسلة سلمت عليه ورجعت شغلها، وهناك لقت أخبار عن مرشح للعمودية عمال يعمل أعمال خيرية واعتذارات لأي حد غلط في حقه ومأفور، والناس مدياله قلبهم. لكن المراسلة مش مطمنة ليه وبتنخور في ماضيه عشان ليه علاقة بموت ناس قبل كده ومتورط في قضية احتيال بنكي قديمة. وفي عز لما المرشح عمال يعمل مؤتمر صحفي ويقول انا ابن الشعب اللي مالوش ظهر يتسند عليه يسند عليا ما تكسفوش، فقامت المراسلة رزعاه سؤال وبتقوله يا ترى يا هل ترى في 4 انتحروا زمان انت كنت المحامي بتاعهم، صدفة دي ولا متدبرة؟ فهنا المرشح شال في نفسه منها قوي وصلت زميلة ليها مع رقبة كده تفضح المراسلة بانها بتشرب اثناء شغلها، والصحافة والاعلان بقى يسبوها في كل مكان، واتطردت لمدة شهر من شغلها لغاية لما تتعالج من ادمانها للكحول، مع ان ده بيعمل لها دماغ عالية مهنيا بس هم اللي خسرانين. ساعتها البطلة وهي في وظيفتها لقت هلل عليها البطل الوسيم وبيقول لها انه زميل صاحبتها المنبوذة اللي مسافرة مؤقتا لسنغافورة وبيعمل معاه مشروع، وبقى الموظفين كل ما يشوفوه مع البطلة يحقدوا عليها، واللي هو بيبصلها على ايه، دي مطلقة وفقيرة اكيد سحراله. لكن البطل كان بيسأل عن المنبوذة اصلا عشان مختفية ومش عارف يتواصل معاها. فالبطل بعد الشغل راحت تزور المنبوذة في البيت وتسقي الزرع بتاعها وتحط اكل للسمك، هوب لقيتها في الدولاب شنقة نفسها ومنتحرة. فبلغت الشرطة، والاعلام هنا بدل ما يركز على الانتحار ركزوا على حاجتها اللي في الشقة وازاي واحدة فقيرة زيها عندها كل اللبس والجزم الغالية دي، ده غير موظفات الشركة اللي بيطلعوا اشاعات عليها وانها كانت خربها مع المدير قبل ما تموت. فقامت البطلة غضبانة وفضحت واحدة منهم بانها اصلا سرق الشركة وكمان بتخون جوزها، وصديقات الباقيين معايا اللي هيفتح بقه هزبطه.
بعدها المدير استدعاها هو والبطل وقال لها انا مقدر حزنك جدا على رفيقة دربك اللي ربنا ياخدها اكتر ما هي متاخدة، دي سرقت فلوس تقدر بسبعين مليار وون، فساعدينا ندور عليها. فالبطل ما صدقتوش طبعا وقامت رامية الاستقالة في وشه. فوهي بقى مروحة جالها مكالمة من مكان بيدرب يوجا وقالوا لها ان المنبوذة دي نقلت اشتراكها ليكي. فراحت المكان ده وبتفتح الخزنة هناك لقت المنبوذة سايبالها 2 مليار وون عشان تشتري الشقة اللي بتحلم بيها. فالبطلة خدت الفلوس البيت وخبتهم وقعدت تفكر ليه المنبوذة انتحرت وهي معاها الفلوس دي كلها، ما يمكن تكون اتقتلت، وقررت تتعاون مع المدير والبطل عشان تكتشف الحقيقة. وتاني يوم راحت شقة المنبوذة وبدأت تحسب كل حاجة، واكتشفت في الآخر ان المنبوذة عندها اكاونت تاني على السوشيال ميديا غير بتاعها، بس شكلها واضح انه ثري مش فقيرة خالص. وقامت مبلغة المدير بالكلام ده وقالت له نصيحة لله، الشقة دي فيها شوية لبس وشنط وجزم غاليين قوي، لو بعتهم هيعوضوك نوعا ما عن الخسارة. فالمدير كان هيعمل منها بطاطس محمرة، وبعدين لقى زهرة زرقاء نادرة كده فخاف وجري. ومن غرابته البطلة بدأت تشك ان هو اللي قتل المنبوذة وهو اللي واخد الفلوس وعامل نفسه بيدور عليها. ولما قالت الكلام ده للبطل قال لها ياه معلش، بص المنبوذة تتقتل ولا لا عمرها، ماليش دعوة بيه، ركزي لي انت بس مع الفلوس فين. فالبطل قررت تروح تواجه المدير لوحدها، بس ما طلعتش منه بمعلومة مفيدة، عشان فجأة وهو بيسوق عربيته فلتت منه في السواقة وعمل حادثة. والغريبة ان الزهرة الزرقاء كانت متواجدة معاه. اي نعم البطل حاولت تنقذه وتتصل بالمستشفى بس جه متأخر ومات. ولما البطل حكت للبطل قال لها ما تدخليش نفسك في مشاكل، وكده كده هنقول ان المدير هو اللي سرق فلوس الشركة لان السيستم ماشي كده، اللي يتقتل نقول ان هو حرامي وانتحر. فالبطلة كان بيحصل لها كده ايرور. والناحية التانية المراسلة كانت بتزور خالتها اللي بتقنعها تسيب الاعلام وتيجي تمسك شركتها، بس المراسلة رافضة جدا عشان بتحقق في موت اربع ضحايا المرشح ليه دخل في قضيتهم. ولما وصلت لواحد من عيلة الضحايا واتفقت تقابله، الكراش بتاعها الجدع قرر يروح معاها، بس لقوه بقى ضحية هو كمان ومات في حادثة عربية، وجنبيه برضو الزهرة الزرقاء. فالمراسلة راحت العزا وقابلت اخوه وادته الكارت بتاعها، وبعدها بفترة تواصل معاها وادها فلاشة وقال لها دي اللي اخويا كان ناوي يدهالك. فالمراسلة لقت على الفلاشة دي فيديو لرئيس بنك ضحك على الناس قبل كده ومات في المستشفى، وكان معاه الزهرة الزرقاء برضو بيشم فيها، اللي هو لأ ده كده كتير قوي. فجأة المراسلة هتكتشف ان بنت المرشح الغنية صاحبة المسخوطة اختها كسبت في مسابقة رسم كبيرة جدا بمجهود اختها، والانيل ان اختها مش فارق معاها حاجة وحلمها تنضم للعيلة الغنية دي. فالمراسلة راحت يوم حفلة عاملها المرشح تفضحهم بانهم سرقوا مجهود اختها، وكانت شاربة واحرجت المسخوطة قوي وسطهم. والمعرقبة زميلة المراسلة في الشغل صورتها وفضحتها تاني، وكده احتمال المراسلة تترفض رسمي. في الوقت ده البطلة افتكرت وصية المنبوذة ان لو وردة معينة اتفتحت في بيتها تروح توديها لواحد عاقل، والعاقل ده المفروض ابو جنرال كبير، بس هو لما اكتشف فساده وكان هيفضحه اما دخله مستشفى الامراض العقلية وخلى المرشح مكانه وجوزه بنته كمان. والعائل ده بيقول للبطلة الفلوس اللي انت خدتيها اصرفيها براحتك، كده كده غسيل اموال مش بتاعت حد. وحكى لها ان في بنك زمان نصب على الناس وجمع فلوس على قلبه قد كده وبعدين اعلن افلاسه عشان ما يعوضهمش، والمتورط في ده المرشح، وادها مستندات بكده كمان. بس هما بيتكلموا البطل طب، فالعائل هرب البطل بسرعة من الشباك، لكن البطل لمحها وهي بتزوغ بسرعة السلحفاة وراح قال لها بص يا بنت الناس من الاخر كده انا عارف ان الفلوس معاكي والدفاتر المهمة كمان، فخلينا نتعاون ونستغلهم قبل انتخابات المرشح نهددوا بيهم وناخد فلوس اكتر نقسمها سوا. فالبطلة وافقت رغم ان هي مش واثقة فيه. ولما روحت البيت لقت اختها المسخوطة بتقول لها هسيب لكم الدنيا وهسافر بعد كام شهر مع الغنية صاحبتي اكمل دراستي برا، وراحت تقعد مع الغنية في البيت. فالبطلة تاني يوم خدت فلوس تعليم اختها وراحت تديهم للست الهانم مامت الغنية، وجو احنا مش متسولين على فكرة وبنصرف على اختنا. فالست الهانم قالت لها عيب عليك دي زي بنتي، كمان دي واخدة منحة بمجهودها، انا ما دفعتش حاجة، يعني ست طيبة طيبة مش ممكن.
ويا دوب البطلة روحت لقت المراسلة قفشت الفلوس اللي مخبياها واتخانقت مع البطلة جامد عشان ضميرها زايد. فالبطلة قالت لها بصي احنا عشنا طول عمرنا بنتمرمخ في الفقر والفلوس دي غير مشروعة ملهاش صاحب رسمي، لو كان معانا نصها زمان كان ممكن ننقذ اختنا الصغيرة اللي ماتت بمرض مزمن ومعرفناش نعالجها، هنفخك لو قلتيلي الفلوس مش كل حاجة. وبعدين البطلة راحت لخالتها تدور على شقة تعيش فيها اخواتها، والمراسلة لما عرفت كده عملت للبطلة بلوك، والمسخوطة أصلا مش معاهم ومنبهرة بعيشتها في بيت المرشح الكبير. حتى مراته الهانم كانت محتضناها قوي وراحت فرجتها على شجرة سرية مليانة الزهور الزرقاء النادرة وشممتها لها، ودي بتخلي الواحد يهلوس، واللي عنده حساسية بقى بتقلب معاه بأعراض جانبية. فالمسخوطة فجأة قام مغمى عليها وراحت المستشفى بسرعة، والمفروض هتعمل عملية عشان طلع عندها المرض المزمن زي ما اختهم الصغيرة ماتت زمان. فالبطلة قررت تصرف الفلوس رغم ان البطل حذرها ان المرشح مراقبها، بس هي ما سمعتوش، وهوب فجأة لقت مساعدة المرشح البلطجية في قفاها وخدت منها الفلوس اللي معاها. والبطلة فضلت تتحايل عليها تسيب لها شوية عشان عملية اختها وترجعها لها تاني. فالبلطجية الحنينة قالت لها اوكي موافقة، بس سيبيني اضربك 10 ضربات في المقابل. فالبطلة سلمت لها نفسها بقى وخدت كام علقة وكانت هتموت فيها لولا ان البطل تدخل وكمان جاب الست الهانم الطيبة تلحقها. والهانم هنا قامت قايلة للبطلة ما تخافيش على علاج اختك، احنا هنعالجها لك على حسابنا، فاللي هو ما شفناش بشهامتك. المهم الاختين الكبار الحلوين راحوا يطمنوا على اختهم الصغيرة المسخوطة قبل العملية، وكانت اول مرة تعاملهم بمشاعر واحترام، لكن الحمد لله حالتها الصحية عدت على خير وامها كتر خيرها لما عرفت اتصلت تطمن عليها. فالاختين الحلوين قاعدين يقولوا لها لازم تيجي تشوفي بنتك المسخوطة، وهي تقول لهم ما ينفعش اصل موسم المانجا لسه بادئ وانا شغالة هناك، والصراحة يا ولادي انا قلبي مش هيستحمل اشوف بنتي تعبانة كده. فالمراسلة طب دمعي شوية عشان نصدقك، من الاخر كده ابويا سرق الفلوس اللي معاكي وامر بيها وانتم مفلسين ومش عارفين ترجعوا صح، احلى بلوك عليك يا امي. وانتهى الحوار على كده. بعدها لقوا المرشح جايب الاعلام يصور كرم اخلاقه اللامتناهي في علاج المسخوطة عشان يستغل الموضوع في الانتخابات. فالمراسلة ما كانتش حابة الموضوع وخلت خالتها تيجي تدفع بدلهم، اما المسخوطة فرجعت واطية مع اخواتها تاني وقالت لهم ان هي هتتعافى في بيت الغنية عشان مؤهل اكتر من بيتهم، المفروض البت دي يشتبوها من سجلات العائلة. بعدها البطلة اتفاجأت ان البطل بيقول لها ان المنبوذة كانت عايشة باسمك في سنغافورة وعندها بيت كبير وعربية اخر تألق، فانتي وافقي على شغلك مع الهانم عشان هي هتصفرك هناك، وساعتها نقدر انا وانتي نلاقي الفلوس اللي المنبوذة مخبياها من غير ما حد يشك. فالبطلة اتقربت فعلا من الهانم اللي خلتها تاخد بالها على بنتها خلال سفرها، وفي عز ما البطلة عايشة في بيت المرشح مع المسخوطة والغنية هتلاقي المرشح داخل بيمس عليهم بكسر التلفزيون على دماغهم عشان المدام سافرت بدون اذنه وبعت البطل يروح يجيبها. فالبطلة ايه العيلة البنت المجنونة دي، وقعدت تهدي في البنت الغنية عشان بيحصل لها ذعر. وامها الهانم لما رجعت حصلت خناقة جامدة جدا مع المرشح سابت له فيها البيت. وبعدين صاحبة البطلة قوي وقعدت بقى تحكي لها قد ايه عيشتها دي عيشة نيلة، وان هي زمان كان نفسها تبقى ممثلة بس فشلت، فقررت بقى تمثل على الناس ان هي وجوزها عصافير حب، بس يا كسرة قلبي في العلاقة دي. وقتها المراسلة والكراش بتاعها كانوا عمالين يتفحصوا ويتمحصوا لحد ما وصلوا لواحد كده مخلص عنده الزهرة النادرة، فراحوا يسألوه جبتها منين، ومتنكرين بقى وكأنهم برنامج عالم النباتات بيستفسروا منه. فعرفوا ان الزهرة دي اصلا في مؤسسة خيرية بتاعة الجنرال ابو الهانم، ودلوقتي المرشح ماسكها. وعلى اخر اليوم وهم مروحين الكراش شاف الابطال مع بعض فقال للمراسلة ايه اللي جاب البطل هنا، ده كان عبقري في الجامعة بتاعتها وما شاء الله عليه دلوقتي تخصص في غسيل الاموال. فالمراسلة حبيبة اختها راحت تقطع الاجواء واللي هو الله صحيح هي البطلة قالت لك ان هي مطلقة ولا ملبسك السلطانية يا بطل، وتعرف كمان انك معاك نفس عربية طلقها الالماني اصلها تموت وتوقع الاغنية. فراح فقحة وقال لها ايوه عارف كل حاجة، وكمان بقى انا جايب العربية دي عشان الفت انتباهها يا حقودة، الله صحيح بطلتي ادمان كحول ولا لسه، ونرفزها. بعدها البطلة لما قعدت عند المراسلة وكراش لمحت الزهرة فسألتهم عليها، فقالوا لها اه
دي نادرة، فهي نادرة ايه؟ ده انا مع كل قتيل بلاقيها. فالكل اتأكد ان ورا الزهرة دي مصيبة. والغريبة بقى ان البطلة لقت البنت الغنية رسمة صورة لوحدة مقتولة بنفس منظر المنبوذة بالظبط. لا وكمان شافت كاميرا عربية المرشح يوم مقتل المنبوذة وهو رايح عندها البيت، فقالت بس هو اللي قتلها. بالاضافة ان هي عرفت من المسخوطة والغنية ان في شجرة زهور نادرة مزروعة في بيته، فالكلام كبير قوي. بعدها المراسلة فاجأت البطلة ان البطل اصلا متورط في اختفاء بنات قبليها زمان، وشكله كان بينصب عليهم ويقتلهم. فهي لا يا شيخة، ده شكله ابن ناس. وراحت تواجهه عادي، فقال لها اخسى عليك تشك فيا، وقام وريها ان البنات لسه عايشين بس باسم جديد وهو كان بيداري عليهم. فهي عايزة تدعي على اختها المراسلة في الموقف المحرج ده. بس الحلو ان المراسلة اشتغلت في شركة خالتها مؤقتا وجمعت معلومات عن عقارات واراضي قد كده بيمتلكها المرشح، وعمال يمثل قدام الناس انه غلبان وطفولته فقر، ففضحته بجلاجل. فتاني يوم اتطردت من شغلها رسمي، وشركة خالتها واجهت ازمات. فالخالة راحت للمرشح وقالت له لم نفسك عشان انا وابوك عشرة واعرف بلاوي كتير. وهو عشان يطلع من ازمته قام راح قدام الاعلام وقال لهم الحقيقة انا ورثت فعلا حاجات كتيرة جدا، بس ما كنتش اعرف عنها حاجة، وزمان ما كانش ليها قيمة، دلوقتي بقى ليها. وانا لما اكتشفت بالصدفة ان غني طلعت صدقات بالهبل، هتلاقوا احسن مني فين. بعدها الست الهانم ادت للبطلة زهرة وقالت لها ما بدهاش غير للغاليين، والبطلة خدتها فعلا وشمتها. بعدين راحت عند خالتها تواجهها بانها كانت تعرف المرشح زمان ويا ريت تتعاون معاه وتفضحه، بس كانت مصطوله شويه عشان الزهره عامله لها دماغ عاليه. واخر الليل ما حستش بنفسها غير وخالتها مقتوله، وهي كانت هتتجنن. والمراسله هي اللي ورثت شركتها، وتفاجئوا ان طه الخاله بيعترف انه نفذ الجريمه. قال ايه؟ الخاله نصبت عليه في عقارات. بس الاختين الحلوين كانوا شافوا الزهره جنب الجثه فشكوا في الموضوع وبداوا يحققوا. فالمراسلة اكتشفت ان الجنرال حما المرشح كان عامل منظمة سرية في فيتنام، والخالة كانت من ضمنهم. بس لما رجعوا كلهم اتقتلوا ورا التاني ما عدا الجنرال وابو البطل. فعشان يلاقوه راحوا لمامت البطل في السجن اللي هي لابسة جريمة قتل ظلم وما بتنطقش. فالبطلة لما قالت لها ان ابنك ممكن يكون في خطر راحت بعتلها رسالة تدهاله وعنوان ابوه كمان. فالبطل غضب جدا من البطلة بانها بتتدخل في حاجات ما تخصوش، بس قدر بفضلها يوصل لمكان بابا والمراسلة تتبعته. بعدها المرشح قال للبطل لو عايز تثبت لي ولائك اقتل البطلة، فقال له من عيوني. وقام صفر البطلة معاه سنغافورة عشان تجيب بقية الفلوس المسروقة. والمشكلة ان البطلة لقت الناس بتعاملها كأنها مولودة هناك ومعروفة جدا. بعدها حضرت مزاد، وبعد لف كتير قدرت هي والبطل يسحبوا الفلوس. فجأة هتلاقي رسالة بتقول لها اهربي من البطل، فهي هتفتكر ان المنبوذة لسه عايشة وهتطلع تجري تدور عليها. بس وهي في الطريق التاكسي بتاعها اتخبط، لكنها عادي كملت وراحت بيت المنبوذة اللي كانت كاتباه باسمها، بس ما لقيتش حد فيه. وفجأة تلاقي الهانم بتطب عليها وكانت مخدرها نوعا ما، وهنكتشف ان هي معتبرة البطلة اللعبة بتاعتها ومراقبها من ساعة ما اشتغلت في الشركة، وغاظها قوي ان هي كانت فقيرة ومبسوطة فقالت تنكد عليها وخلت الكل يعملها باحتقار وقربت المنبوذة منها. ودلوقتي بعد ما زهقت ناوية تقتلها وتقول ان هي ماتت منتحرة. بس في عز وهي كده هتتفاجئ ان البطلة خبت الفلوس منها. لا وايه، رفع عليها مسدس كمان. فهي ايه ده، اتشرستي امتى؟ واتخضت. بس رجالتها لحقوها، والحمد لله البطل تدخل قبل ما يحصل حاجة وقال للهانم جوزك على الموبايل عايزك. فلما ردت قال لها يا اختي الانتخابات قربت تخلص اهمدي شوية، وهي سيبني ألعب صدقني محدش هيقفشني هقتلها واجي على طول. فقال لها لا، اختها المراسلة ادتني الملفات اللي ممكن تفضحنا مقابل ان احنا نسيب البطل عايشة. ففعلا اضطرت اسفة تسيبها، والبطلة عشان كانت متخدرة فبتستموت ووصت البطل على اخواتها. ولما فاقت تاني يوم لقت البطل الجدع واقف جنبها. بعدها المراسلة كانت مصدومة ان رئيسها في الشغل السابق طلع خاين، وهي كانت بتعتبره ابوها الروحي. ولما قعدت تسهر مع الكراش لقيته بيعترف لها بحبه ونفسه تسافر معاه وتسيبها من الهم ده كله. بس هي قالت له انا بالنسبة لي انا وانت عشرة اكتر من حب وثابته. وقامت رايحة مستشفى الامراض النفسية عشان تقابل العائل ابن الجنرال اللي مسحوب عليه وتهربه مع ابو البطل اللي قرر يساعدها. والبطلة لما عرفت ان هي في خطر راحت تلحقها وعملت تمويه للبلطجية وزنقتها فوق السطح سوتها بالاسفلت.
ما عتقتهاش، بس في الاخر هي وكراش المراسلة اتقبض عليهم، والحمد لله البطل جه انقذهم واتجمعوا كلهم في مكان بعيد. وبعدين هنلاقي العائل سابهم وراح قابل المرشح في سرية وعايز ينتقم منه لانه فاسد وكمان سرق منصبه. فالمرشح قام دبه وقال له حرام عليك، انت اتولدت في بقك معلقة ذهبية، انا اللي اضطريت اسعى وحارب عشان اسرق مكانك بمجهودي، يا بجحتك ليك عين تبصلي، وقتل. وبالناحية التانية الغنية والمسخوطة شافوا فيديو يثبت ان الهانم قتلت المنبوذة وسابت الجاكيت الفرو بتاعها الغالي على جثتها، فتخضوا قوي وقرروا ان هما يهربوا ويسيبوا البلد مع بعض ويتبروا من اهلهم بالمرة عشان دي عيشة تقرف. بس الهانم خطفت المسخوطة وقالت لبنتها ان صاحبتك دي صديقة سوء سرقتك وسافرت لوحدها، وهنا الغنية وشها اصفر وقالت يا رب امي ما تكونش قتلتها. والحقيقة المسخوطة اتحبست في اوضة شبه اللي الناس بتنتحر فيها واللي الغنية رسمتها قبل كده. والغريبة ان هي برد عادي وبتقول للهانم انت على فكرة بتعملي ده كله عشان معقدة، انا اكتشفت ان مامتك اتحبست هنا زمان عشان مش راضية عن فسد ابوكي فانتحرت. والهانم مستغربة البت دي نصحة كده لمين، بس الحمد لله بعد فترة البطل راحت تنقذ اختها وخدت الغنية في ايدها وهي مروحة عشان ما ينفعش تقعد في البيت ده خالص. وتاني يوم لقيتهم هما الاتنين سافروا على غفلة اللقمة وسابوا رسالة تطمن البطلة. فالبطلة كتر خيرها راحت للهانم وقالت لها ما تخافيش بنتك خلعت برا البلد وسايبالك رسالة بتقولك ما تدورش عليها تاني. بعدها المرشح هدد البطل بأمه وقال له هسيبها عايشة لو سلمتني أبوك، فقال له بس كده وقام اديله عنوانه، بس عمل تمثيلية عليه وان ابوه اتفجر وحوارات وخدعه. وفي نفس الوقت المراسلة طلعت على التلفزيون تثبت براءة ام البطل من قتل واحد كان موقف تسويق عقاري معين، ولمحت ان المجرم هو ابو المرشح. تاني يوم والمرشح عمال يخطب قام البطل والمراسلة مشغلين فيديو وهو بيقتل العائل، فحصلت جلبة. بعدها الهانم بصت للمرشح بصة كده وادت له الوردة الزرقاء، فهو فهمها وراح منتحر من نفسه لانه طلع بيعشقها وبيعمل كل حاجة عشان رضاها، بس قلبها تقطع على فراقه قوي برضو عشرة. بعدها الجبارة دي قررت تفضح البطلة بقضية اختلاس وبلغت الشرطة عليها، والمشكلة بقى ان البطلة لاحظت ان البطل سحب كل الفلوس من حسابها في البنك وغدر بيها، لا وكمان شكله هيشهد ضدها في المحكمة. والناحية التانية الهانم سلطت الشخص المخلص للجنرال ابوها انه يخطف المراسلة ويعذبها، وفعلا خطفها بس هو قرر يساعدها وطلع معها التلفزيون يثبتوا بان الهانم قتلت المنبوذة وان الزهرة اللي على كل الضحايا مزروعة في شجرة في بيتها. ووقتها محاكمة البطلة كانت شغالة والبطل ظهر ودفع عنها بشكل يبين قد ايه هي حمارة وكانوا بيستغلوا غبائها وملهاش علاقة بالموضوع، والفلوس الغير شرعية اللي اتسحبت من حسابها راحت لشركة وهمية لغسيل الأموال صاحبتها تبقى الهانم. واوعى الفضايح المتلتلة بقى، بس بسبب اعترافه ده البطل اتسجن عشان هو يعتبر مشارك في غسيل الأموال. والمفاجأة بقى ان المنبوذة المرحومة راحت تشهد في المحاكمة، فالكل اتفاجئ، بس الحلو انها شهدت لصالح البطلة مما ادى ان هي طلعت براءة. وبعدين اعتذرت لها على التلطيش اللي مرت بيه بسببها، وهتلاقي ان هي مش متخيلة اساسا ان هي هتدور ورا موتها، وهيطلع ان هي حاولت تنقذ البطلة من حادثة مدبرة ليها في سنغافورة. المهم المنبوذة عملت مؤتمر صحفي وضحت فيه ايه اللي حصل، ان هي اساسا قابلت واحدة زمان عايزة تنتحر فاتفقوا يبدلوا شخصياتهم وبقوا شبه بعض في كل حاجة، لحد ما في يوم الهانب قتلت اللي هي عايزة تنتحر دي بدلها، وكمان عرضت دفاتر حسابات اللي بتثبت فساد المنظمة. فالهانب حست ان دي النهاية فراحت قتلت المخلص بأبوها الجنرال اللي عنده اصلا سكتة دماغية، وخطفت المنبوذة وكمان حاولت تخطف المراسلة، بس الحمد لله البطل والكرا راحوا انقذوها. اما البطلة بقى فحاولت تنقذ المنبوذة منها، وبعد نقاش ملوش اي 30 لازمة هنعرف ان الهانم بتعمل الجرائم دي عشان زمان اتخانقت مع مامتها المحبوسة عشان هي ازاي معترضة على فساد ابوها، ما تأيده عشان يفرج عنها وتعتني بيها ويولع الناس اللي اتظلمت. وفي عز الاشتباكات الهانم خبطت مامتها بالغلط وحصل لها نزيف، فالام عشان بنتها ما تتعاقبش قامت شنقة نفسها فالناس تقول ان هي انتحرت، عيلة خلل. ومن ساعتها الهانم بتعاقب كله عندها احساس ان هي بتعاقب نفسها، وكانت ناوية تنزل سائل فيه احماض كده على المنبوذة يحرقها سواء استنشقته او لمسته، بس البطلة لحقتها بسرعة وحاولت تهرب بيها، قامت الهانم بقى جايبها من شعرها، وفي عز الصراع
قامت الحمد لله وقعت بالغلط في السائل الأحماض الحارقة، وخلصنا من الهانم بطريقة لائقة. أما بالنسبة للمنظمة السرية بتاعت الجنرال أبوها، فدول أثناء حرب فيتنام افتكروا إن البلد اتخلت عنهم وكانوا بيموتوا لحد ما لقوا الشجرة اللي فيها الزهور النادرة دي وخلتهم ينسوا كل مشاكلهم، ومن ساعتها قرروا يرجعوا كوريا بالوردة دي ويدمروا أي حد ضدهم. ما علينا، أهم حاجة إن المراسلة ناوية تسافر مع الكراش برا وتكمل دراستها معاه، أهم حاجة الدراسة. والبطلة اكتشفت إن خالتها سابت لها الشقة اللي بتحلم بيها، أما البطل بقى فسافر وقال للبطلة استنيني هرجعلك، وطلعت داهية ده متفق مع المسخوطة أختها الصغيرة والغنية بإنه يستخدم حساب الغنية يحفظ فيها الفلوس الغير مشروعة عشان يقسمها مع البطلة بعدين. ودلوقتي فعلا خلى المسخوطة تردها لها، والمسخوطة قسمت الفلوس على أخواتها الاتنين، وحاليا هي عمالة بقى تكتشف ذاتها مع الغنية ويتجوله. والعاق ما كانتش كلمت أخواتها مكالمة واحدة بس، لكن دلوقتي فرحانة إن هي بعتت لهم الفلوس وده جزء من جمايلهم عليها. وخلص المسلسل، وتقريبا المؤلفين الايام دي ماشيين بنظام كملوا انتوا بقيتوا التفاصيل من خيالكم وكفايه علينا قوي كده. يعني مثلا ما جابوش خلت الابطال ماتت ازاي، ولا ايه علاقتها بعيله المرشح ومراته، وايه اللي ودها اساسا حرب فيتنام، ده غير ان هما استخسروا اصلا يجيبوا ان المراسله بتودع البطل عشان مسافره، وحوار ان هو البطل سحب فلوس من هنا وحطها هنا وعمل هنا، ده كان شقلب وقلب كده مفيش اي تفاصيل. ده حتى ما جابوش ان البطل رجع للبطله في الاخر، المفروض نتهيأ احنا. المهم اتمنى المسلسل يكون عجب. اما عن الرسائل والاسامي بتاعت الفيديو اللي فات فهقولهم الفيديو الجاي عشان لسه ما قريتهمش. وكانت معكم لبنى ماجد ودينا عويضة من قناة كوريا انيا.